صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لأتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. قال حسن بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: تعاليت رب الناس أن قول من دعا سواك إلها تعالى وأمجد لغى الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد وإذا الحفلة المؤخر ويخوان التلاب الخير والصغر إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة وجيزة في هذه الحفلة الأسبوعية المباركة الميمنة حول الموضوع أهمية التوحيد وفضله. قبل أن أتكلم على هذا الموضوع أسأل الله التوفيق والسداد لإنما توفق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أيها المستمعون العظام قبل كل شيء أبغى أن أبين أمامكم معنى التوحيد اللغات والشرع. فالتوحيد اللغات معنى الإفراد والشرع. إفراد الله تعالى بالعباد عباد الله الصالحين يعلم جيدا من حاجة العباد إلى معرفة التوحيد فوق كل حاجة لإنه لحياتها ولا تمانع لقلوبنا إلا بالمعرفة ربنا ومعبودنا وفطيرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراك على التفصيل. فطيت رحمة الرحيم أن بعث الرسول به معرفين وإليه داعين ولمن أجابه مبشرين بالجنة التي أعطى الله لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولمن خلفه موضن من عذاب النار الله المعقدة التي تطل على الأفئدة إنما بعثه الله محمدا مبشرا بالجنة لمن عطاه موضنا من نار لمن عصاه. أيها المستمعون الكرام أن التوحيد دعوة الرسول وأول منازل الطريق كما قال الله الرحمة في كتاب الفرقان ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واستنبوا الطاغوت سورة النحل رقم الآية 36. وقال في موضع آخر لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سورة الأعراف رقم الآية 59. وفي الحديث ما رواه الإمام مسلم في كتاب الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فصار مني ماله ونفسه إلا بحق وحسابه على الله. هذا الحديث الصحيح يدل دلالة وضيحة على أن التوحيد أول وجب على العباد ومن فضل التوحيد أدلة كثيرة منها ما رواه الإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث في كتاب الصحيح الجامع عن معاذ بن جبال قال بينما انا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فما ليس بيني وبينه الا اخر رحلي فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سرى سعد ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سرى سعد ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سرى سعد ثم قال يا معاذ بن جبال قلت لبيك يا رسول الله سعدك قال هل تدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبده ولا يشرك به شيئا. وفي الاخير انا ابغى ان ابين امامكم توحيد له ثلاثه انواع انه معول توحيد الربوبيه وتوحيد الله بافعال الخلق والاحياء ولماذا الملك والتدبير انا الثالث توحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال العباد التي جعل بعدهم بها بشرعهم مثل الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة وذلك. أنا الثالث توحيد الأسماء والصفة. آخرا أدعو الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقان وإياكم أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.